اسمح لي قبل ما نتكلم ونواصل الحديث في هذا الموضوع، معنا على الهاتف الاستاذ خالد ابو راشد، رجل القانوني والرياضي المعروف، معلقا على احداث الاهلي والشباب، يبدو انه في عنده اضافه قانونيه في الموضوع. مساء الخير استاذ خالد. يا هلا، مساء النور استاذ تركي، اهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام والساده المشاهدين. تفضل استاذ خالد، تعليقك على الجديد حول هذا الموضوع. صحيح، الجديد هو كان في استئناف نادي الشباب، وكان الكثير من الجماهير بيشيروا الى انه ليش مثلا تمت المباركه وتم اعلان انتصار الاهلي على الرغم انه القرار لا زال فيه مجال الاستئناف. ففقط لغير اللي نبغى اوضحه انه من حق نادي الشباب، من حق اي طرف، انه هو يقدم الاستئناف، وهذا حق قانوني مشروع. لكن فقط لغير كان في بعض المداخلات في بعض القنوات الاخرى، طبعا يعني قللوا من قوه نجاح الاهلي في القرار، وانتقدوا انتقادات ربما تكون غير قانونيه. اذا انا ابغى اوضح فقط لغير السادي تركي انه طالما من حق الشباب انه هو يقدم استئناف فهذا حق مشروع، لكن اللي اتمنى ان الاخوان يعرفوا انه القرار لما صدر من اللجنه الفنيه صدر بناء على توصيات اللجنه القانونيه. اللجنه القانونيه كان بناء على توصيات الاتحاد الاسيوي لكره القدم، يعني الذي صنع القرار عمليا هو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مبنيا على اللوائح الخاصة بالاتحاد الآسيوي. فمسألة وهو حق مشروع لنادي الشباب إنه هو يقدم استئناف، أكيد من حقه الشيء هذا، لكن إحنا يعني نطمئن ولا نستبق الأحداث إنه القرار مبني على خطاب صادر من الاتحاد الآسيوي بناء على لوائح الاتحاد الآسيوي، وبالتالي موقف النادي الأهلي بيكون في قوة كبيرة. طيب مسألة مقاضاة الاتحاد السعودي لكرة القدم. نعم، يعني حقيقة أنا أستغرب الإشارة إلى هذا الموضوع قبل نتيجة الاستئناف. يفترض أن يتقدم نادي الشباب للاستئناف ومن ثم ينتظر نتيجة الاستئناف، بعد ذلك يقرر بناء على ايش انت هتقدم مقاضاه للاتحاد السعودي، ولسه قرار الاستئناف لم يصدر. هل اطلعت على قرار الاستئناف؟ لا. هل اطلعت على حيثيات قرار الاستئناف؟ يعني سؤال جميل استاذ تركي، هو مو لانه عندي حقوق لازم انا على طول اتخذها حتى لو كان موقفي ضعيف؟ يفترض ان انتظر القرار، انتظر الحيثيات، بناء على الحيثيات يتضح لي اذا كان موقفي قوي او موقفي ضعيف. لكن قبل صدور الاستئناف انا الوح باللجوء الى الفيفا قبل صدور الاستئناف؟ يعني طبعا مساله غريبه حقيقه. طيب استاذ خالد ابو راشد، شكرا جزيلا لك. يعني هذا تاكيد على ان الخطا في الاستئناف ايضا من الشباب، يعني استئنافه على الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي ما له دخل في هالأمر، هذا نظام من الاتحاد الآسيوي ولوائح معدة ومثبتة من الاتحاد الآسيوي لم يتقيد فيه الشباب. طيب لا، أنا أشوف أن الخطاب الشباب في الاستئناف إثبات الوجود فقط، أن احنا استأنفنا على اساس زي من حقهم، يعني من حقهم انهم ياخذوا، يعني يسلكون كل خلينا نقول الخطوات القانونيه تحفظ حقوقهم. ولا زال الموضوع اللي قاعدين احنا نطرحه والاراء اللي نطرحها في موضوع الاستئناف مجرد اراء، يعني في نهايه المطاف في قرار حيصدر بالاستئناف، واكيد انه مش شكل الموضوع، ولا ما كانوا حاطوا موضوع الاستئناف كخيار قانوني.